المقدمة في ظل حديث نبوي يرويه العرباض بن شارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة دمعت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهى الحديث. وهذا الحديث فيه تأصيل وفيه تفصيل. فالعرباض بن شارية يقول: وعظنا رسول الله موعظة بليغة. الواعظ هنا من؟ ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوعظ مهمة شريفة مارسها الأنبياء، والموعوظ هنا من هم؟ أبو بكر وعمر عثمان وعلي. كلنا نحتاج الموعظة والذكرى والتنبيه والنصح والدلالة والإرشاد، كلنا ذلك. هذه الموعظة أتى من وصفها أنها بليغة، والبلاغة عند العرب وجازة في اللفظ وقوة وعمق في المعنى، كما يقول عامتنا: كلام قوي وشوي، قليل لكنه مؤثر. أثره الصحابة بكوا. دمعة الرجل ليس من السهل أن تخرج، ولكن بكاء الصحابة دل على كما وصفه هو الراوي: موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وفي رواية: فما تعهد إلينا، أي بمعنى كأنك سترحل، ستذهب، ستموت، أخبرنا بشيء نتمسك به قبل أن ترحل، أوصنا. فانتقل الحال من واعظ وموعوظ وموعظة إلى مستوصي وموصي ووصية. هنا علت الهمة، فكان أثر الوعظ ذلك. هذه الرواية، هذه الموعظة، ذكر أثرها وثمرتها، لكن لم يحفظ لفظها. الموعظة لم تروى، لم تحفظ، لم يذكرها الرواة. ذكر ذلك الشراح، منهم ابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني رحمهم الله، قالوا: الموعظة لم تروى، علت الهمة فحفظوا الوصية فرووا الوصية ولم تروى الموعظة، إنما روي أثرها وثمرتها. ثمرتها هذا التحصيل. هكذا الوعظ، الوعظ السني قائم على قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوعظ السني قائم على قصص القرآن والسنة. فإذا كان الوعظ السني كذلك، كانت مخرجاته سنية. فإذا انحرف الوعظ عن مساره الصحيح، أصبحت مخرجاته غير سنية. فإذا انحرف الوعظ إلى طريق أهل البدع بأن لا يتناول الكتاب والسنة ولا ما في القرآن والسنة من قصص، فيذهب إلى الخزعبلات وإلى المنامات وإلى الخرافات وإلى ما يسمى بالأغاني الدينية أو ما يسمى بالتمثيليات، حتى أصبح مطوع أو الشيخ اللي على المشرح يضحك. ومرت سنيات كان هذا الذي تصدر المشهد، حتى خرجت مخرجاته غير سنية. أما مخرجات علمائنا ومجالسهم، من مات منهم رحمهم الله ابن باز وابن عثيمين، ومنهم أحياء كشيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ الفوزان وإخوانهم في الهيئة وغيرهم من العلماء، مخرجاتهم مخرجات سنية، طلبة علم يتعلمون العلم ويعملون به وينشرونه في الناس. وأما المخرجات إذا خرجت عن مسار السنة، تصبح مخرجاتها مع داعش ومع القاعدة ومع اللي فجروا في مساجدنا. من كان يظن يمر علينا يوم من أيام أو يقال أن أحد أبنائنا يفجر في مساجدنا؟ من كان يظن يوم من الأيام أحد عيالنا من يذبح أمه ولا يذبح عيال عمه ولا على رجال الأمن؟ من كان يظن يوم من الأيام
لكن عندما ينحرف المسار تكون كذلك. ولو سألتكم بالله الذي خلقكم ذلك الذي فجر في المسجد هل يريد لعنة الله وغضبه وجهنم وبئس المصير؟ أجيبه ها؟ وش يبي؟ يبي الجنة؟ الجنة يهدم المسجد؟ يفجر في المسجد؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ لكن هناك ما هو أشد من المسجد، المصلين في المسجد، لأن تهدم الكعبة حجر حجر أهون عند الله من أن يهرق دم امرئ مسلم. هذا الذي فجر أو ذلك الذي فعل هذا الفعل هل كان نائما ثم استيقظ من صباحه فمارس فعلته، أم جلسات قبسات ومضات طلعات رحلات قيلات مخيمات خرجات من خلال حلقات تولاها غير النصحة، ومن خلال أمور مخرجاتها أصبحت هذه المرة من إشاعة وإرجاف وتنفير وتحذير وتكفير وتفجير، حتى بلغ الأمر ما بلغ لا في يوم ولا يومين، حتى اختطف من أهله ويرى أن أهله كفار وبلاده كفار وعلماءه كفار ودولته كافرة وحكامه كفار. ما الذي جعله كذلك؟ هي مخرجات تلك الجماعات التي خرجت به عن مسار السنة، فتصبح المخرجات البدعية بأفكار بدعية. هذا الذي يرى هذا الأمر هل ليس معه عقل؟ هل لا يدرك الأشياء؟ معه كل الحواس، ولكن لغة التفكير مختلفة. أنتم ما تسمعون الآن الانحراف الفكري، الأمن الفكري، هذا اصطلاح حادث قديما معناه الانحراف العقائدي، انحرافه في العقيدة، اللي انحرفوا في العقائد وأملوا في أولوا في الأسماء والصفات، والذين يرون الاستغاثة بغير الله، واللي عظموا الصالحين وقدسوهم فجعلوهم في مقام رب العالمين، ما معهم عقول؟ ما يسمعون؟ ما يعرفون؟ بلى، ولكن التفكير عندهم غير، يحتج بالقرآن وخلاف السنة. ولذلك سنأتي في الميزان في التعامل مع مثل الفرق والأحزاب كذلك.